أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 7، والنهاردة هناخد لسن 3. عنوان اللسن بتاعنا Ancient Egyptian Homes، يعني البيوت المصرية القديمة. هنبدأ كالعادة مع الكلمات Ancient Egypt. Ancient Egypt يعني مصر القديمة. Mud bricks، mud bricks اللي هو الطوب اللبن أو اللي معمول من الطين. furniture، furniture أثاث اللي هو الأساس في البيت، الحاجات اللي احنا بنستخدمها نقعد عليها كده. papyrus، papyrus ورق البردي. sleeping area، sleeping area مكان النوم. cool، cool لطيف. roofs، روفز جمع سقف اللي هي أسقف. ريد مات، ريد مات سجادة من الجريد أو بنقول عليه حصير اللي هي بالشكل ده، كانوا زمان بيستخدموها في البيوت عشان الناس تقعد عليها، أو أحيانا كمان كانت في المساجد قبل السجاد وكده. اوكي، ريد مات. كانتري سايد، كانتري سايد اللي هو الريف. اوفن، اوفن فرن. بوت، بوت اناء او وعاء. فلات، فلات مسطح او مستوي. بنكمل الكلمات دانايل، دانايل النيل. وول، وول حائط او جدار. بريك، بريك قالب طوب. كوكين، كوكين اللي هو الطبخ. فاميليز، فاميليز عائلات. وودن بوكس، وودن بوكس صندوق خشبي. باسكتس، باسكتس سلال جمع سلة، سلة. ويند، ويند رياح. بوم أور بويم نطقين صح اللي هي قصيدة. بوم، بويم. mud، mud الطين. strong، strong قوي. drinking، drinking الشرب. washing، washing الغسيل. insects، insects حشرات. crops، crops محاصيل. special style، special style أسلوب مميز. gate، gate بوابة. بانك، بانك ضفة النهر. اوكي، بنكمل كلمتنا. طبعا دلوقتي عندنا الـ conjugation of verbs، تصريفات الأفعال. المجموعة الأولى اللي هي regular verbs. store يخزن. stored use يستخدم. used cover يغطي. covered paint يدهن. painted relax يسترخي. relaxed. the regular verbs blow تهب للرياح يعني. blue grow يزرع أو ينمو. grew build يبني. built sleep ينام. slept make يصنع. made keep يحفظ أو يربي. kept. بنكمل عندنا دلوقتي important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. near the Nile، near the Nile بالقرب من النيل. from the river من النهر. made of مصنوع من. make something cooler يجعل الشيء منعشا. on hot nights، on hot nights في الليالي الحارة. different from
مختلف عن sit on يجلس على close together بالقرب من بعضهم البعض feeling all right يشعر أنه على ما يرام never to fall مستحيل أن تسقط join together يتصل مع with two floors ذو طابقين by the banks بالقرب من ضفاف النيل dark inside مظلم بالداخل. هنبدأ قراءة درسنا اللي عنوانه Ancient Egyptian Homes. Ancient Egyptian Homes يعني البيوت المصرية القديمة. In ancient Egypt, many people made their homes near the Nile. بيقول لنا في مصر القديمة كتير من الناس كانوا بيعملوا بيوتهم بالقرب من النيل. They used its water for drinking, cooking, and washing. طبعا السبب ان كانوا بيعملوها جنب النيل عشان يستخدموا طبعا مية النيل للشرب وللطبيخ وللغسيل. They also used mud from the river to make bricks for their houses. طبعا كمان سبب تاني كانوا بيستخدموا الطين اللي بيجيبوه من النهر عشان يعملوا الحجارة أو قوالب الحجارة اللي بيبنوا بيها البيوت بتاعتهم. The mud bricks made very strong walls. بيقول لنا الحجارة أو يقصد القوالب الطينية دي كانت بتخلي جدران البيت قوية جدا. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. بيقول لنا المصريين القدماء كانوا عايزين طبعا بيوتهم تكون أبرد أو ألطف من الجو الحر اللي بره. The mud bricks helped to do this. بيقول لنا القوالب الطينية دي ساعدت في عمل الشيء ده. Some people also painted their homes white to make them cooler. بعض الناس التانيين كانوا بيدهنوا بيوتهم من الخارج باللون الأبيض عشان يخلوا بيوتهم ألطف، وما زال طبعا الناس اللي في أسوان والنوبة بيعملوا الحركة دي حتى الآن، بيدهنوا بيوتهم بالأبيض عشان يعكس أشعة وحرارة الشمس. Ancient Egyptian homes all had flat roofs. بيقول لنا كل بيوت المصريين القدماء كان أسطحها فلات اللي هو بالشكل دوت الأسطح كلها كده، عكس مثلا البيوت الإنجليزية اللي هي الأسقف بتاع بيوتهم بتكون بالشكل ده. اوكي نكمل. Ancient Egyptian homes all had flat roofs which were the coolest part of the house. طبعا السطح كان بيكون ألطف مكان في البيت. Families often cooked, ate, relaxed, and slept there on hot nights. كان معظم العائلات بيستخدموا الروف ده إن هم يقعدوا عليه وياكلوا ويطبخوا ويناموا كمان. طبعا ده في الهوت نايتس الليالي اللي بتكون شديدة الحرارة. The furniture in ancient Egyptian homes was very different from today. بيقول لنا إن الأساس في بيوت المصريين القدماء مختلف تماما عن الأيام دي. There were reed mats. كان هناك موجود الحصر اللي هي معمولة من البوص أو بعض النباتات to sit and sleep on. كانوا بيستخدموها إن هم يقعدوا ويناموا عليها كمان. They used papyrus to cover the windows and doors. كانوا كمان بيستخدموا البردي عشان يغطوا الشبابيك والبيوت
This kept the insects outside، وده كان بيخلي الحشرات ما تدخلش البيوت. In every home there were large pots and baskets for storing crops and wooden boxes for clothes. ولنا في كل البيوت أو في كل منزل كان هناك large pots اللي هي الأواني الضخمة، والباسكتس اللي هي السلال كانوا بيستخدموها for storing crops عشان يخزنوا فيها المحاصيل، and wooden boxes وصناديق خشبية for clothes. لفترة كبيرة جدا كان معظم الناس برضو بيستخدموا الصناديق الخشبية، ما كانش لسه في فكرة الدواليب أو الدولاب، كان هو صندوق خشب بيتحط فيه اللبس. Not many people had beds or chairs. مش ما كانش ناس كتير بيكون عندهم سراير ولا كراسي للجلوس عليه. In cities في المدن بقى people lived very close together، الناس كانوا بيعيشوا قريبين من بعض، مش زي الريف البيوت بيبقى كل بيت حواليه فاضي غالبا، ولكن في المدن كانت البيوت بتبقى جنب بعضها. And so they built their houses taller with two floors، وعشان كده كانوا غالبا بيبنوا بيوتهم أطول شوية، وكانت غالبا بتبقى مش أكتر من دورين. This saved space. طبعا ده كان بيوفر المساحات. So they could build more houses. ده كان بيخليهم مساحات يعني أكتر عشان يبنوا بيوت أكتر. City houses joined together just like today. بيقول البيوت في المدن كانت بتبقى مشبوكة ببعضها زي الأيام دي كده، يقصد إن البيوت جنب بعضها لازقة ببعضها. In the countryside في الريف بقى houses usually only had one floor، كان غالبا في الريف البيوت بتبقى من دور واحد. And they also had a garden، كان غالبا بيكون حوالين البيت garden حديقة. They grew vegetables and kept chicken there، طبعا كانوا بيستخدموا الجاردن دي عشان يزرعوا فيها خضروتهم ويربوا فيها الchickens الفراخ. تمام كده درسنا ده خلص، بس عندنا لسه قطعة صغيرة. By the banks of the ancient river Nile، بالقرب من ضفاف نهر النيل القديم، Egyptian houses had a special style، كانت منازل أو بيوت المصريين لها ستايل خاص بيها. Dark inside with small windows، كان غالبا البيوت من جوه بتبقى مظلمة والشبابيك صغيرة. Reed mats on the roof، كانت الحصر ما بتكون على الأسطح. where the cool wind blows، حيث الرياح اللطيفة بتهب. outside under the stars at night، طبعا ده بخارج بالخارج يعني كانوا بيستخدموا الروف ده عشان يناموا تحت النجوم بالليل. one family together feeling alright، كل العيلة طبعا مع بعض وكانوا بيشعروا إنهم على ما يرام. Mud from the Nile made their walls safe and strong and never to fall. الطين اللي كانوا بياخدوه من النيل عشان يصنعوا منها جدران بيوتهم الآمنة والقوية، وطبعا ما كانتش بتقع أبدا. طيب كده الليسن بتاعنا التالت خلص، خلونا بس نحل تمرين أو اتنين عليه. هنبدأ بال read and match. People made their homes near. أكيد هتكون near the Nile in the past. Okay, this is number one. Farmers always. Keep chickens. بيربوا الدجاج. Where did they? This is a question. Where did they build their homes? Number three.
people stored crops in، كانوا بيخزنوا محاصيلهم في large pots and baskets. I live in a house that had one floor، متكون من دور واحد. اوكي، that is enough for today. كده خلص درسنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك باقي الدروس. اوكي، thank you. See you next time.